بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أطلقت الخدمة الطبية الملكية بالتنسيق مع المؤسسات المشاركة الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم في مجمع سيتي سنتر البحرين، وذلك تحت شعار سعيا للشفاء. حيث افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة الحملة الوطنية التي ستستمر على مدى يومين، حيث تجول معاليه في المعرض التوعوي والتثقيفي الذي يشارك فيه نخبة من الاستشاريين والأطباء المتخصصين في أمراض القولون والمستقيم لتقديم الاستشارات الطبية مجانا لجميع المترددين بالمجمع، حيث تهدف الحملة الوطنية إلى تسليط الضوء على مرضى القولون والمستقيم والمجتمع بشكل عام بغية توعيتهم بمسببات هذا المرض وأضراره الصحية على الإنسان، إلى جانب توعيتهم بكيفية الوقاية منه. الحقيقة اليوم نحتفل في الحملة لاكتشاف المبكر لسرطان القولون، والحقيقة هذا حملة بديناها من 5 سنوات، وكل سنة السنة الخامس نكررها، وفي كل سنة الحقيقة أنه يزداد الناس معرفة بالموضوع واهتمام بالموضوع، ويزيد عدد الناس اللي نفحصهم، وعادة نفحص من 40 إلى 75، وهذه العادة المفروض أن كل بحريني في هالعمر هذه يفحصها فحصها كله، وإن شاء الله الشفاء العاجل من غير ما يتطور إلى سرطان يعني متقدم يصعب علاجه. الرسالة الرئيسية حق الحملة ذي أن سرطان القولون شيء نقدر نعرف عنه من وقت، نقدر نعالجه من وقت بدون ما يدش المريض في مضاعفات المرض الخبيث. فيعني التوعية يعني شيء أساسي في هالمرض ذي، ويعني إن شاء الله مع زيادة التوعية بيكون الناس يعرفون عن حالاتهم قبل، وممكن أن نشيل المرض عنهم بعون الله قبل ينتشر، قبل يصير فيه أي مضاعفات. طبعا نحن مستمرين في الحملة الوطنية للتوعية والوقاية من سرطان القولون من جون 2019 برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الله. من ذاك الوقت لين الحين كشفنا عن 17,000 حالة يقدموا عيناتهم للكشف مبكر سرطان القولون، فحص صغير تسويه في البيت وترجع، ومن هذين 17,000 كشفنا عن هذين كلهم، سوينا لهم 800 منظار تقريبا، حول 800 منظار، وكشفنا عن 59 حالة سرطان أغلبهم في حالات مبكرة، غير 140 حالة سرطانات أو لحميات قبل سرطانية تم الكشف عنها وإزالتها تماما، كلها من خلال هذه الحملة. فإحنا ندعو جميع المواطنين والمقيمين فوق عمر 45 لازم تيون وتفحصون، بس ان الهدف الموضوع ان احنا ننتشر ونسوي هاي الكشف حق الجميع، يكون روتيني كل واحد فوق ال 45 يسوي الفحص ان شاء الله، والوقاية خير من العلاج.